لهنا بربي نحب نتوجه يعني لإسفاقية بصفة عام ولأحباء النادي الرياضي صفاق، مش النادي الرياضي صفاق فقط، أما كافة يعني الجمعيات الرياضية في صفاقس. كنت أتذكر وأنا عندي يمكن 6 ولا 7 شهور جيت لهنا على أساس باش نحلوا مشكلة من المشاكل اللي تعاني فيها المنشآت الرياضية في صفاقس، هي مسألة التوسعة هكا ولا كي جيت لهنا نحن جينا سقينا في الواقع، يعني جينا بمشروع وجينا بتمويل، والتمويل هذا مرصود بالنسبة للحكومة التونسية، لكن ما رأعنا إلا السلطات الجهوية في الوقت هذاك جاونا بمشروع مخالف، يعني حطونا أمام الأمر الواقع، وأمام الأمر الواقع مش الوزارة فقط، أما حتى يعني عيان الصفاقس كما نقول عيان، يعني العباد اللي هم مسؤولين على هما بيدهم تفاجؤوا بالمشروع الذي قدمه وقتها يعني المسؤول الأول فهمني على المسألة هذه اللي جينا به الكل عودنا رجعناه، لكن للأسف من بعد ما وقع الوعد به لم يطبق. أما الوعد ما كانش من الوزارة، الوعد كان من سيد الوالي أنه يكون ثم تمويل من طرف صيني ويكون ثم عقار، ورانا وقتها البلان بتاعه نحن ما شفناهش قبل، وقال لنا هاو فين باش يكون الملعب، هاو فين باش يكون العقار، وهاو باش يكون التمويل الصيني. للأسف هذا الكل ما صارش منه. بالنسبة لنا نحن وزارة الشباب والرياضة ما زلنا على العهد، يعني اللي بعدنا به وقتها ومسألة التوسعة ما زلنا ماشيين فيه، وهذاك يعني نجم تقول اون بارونتيز تعدينا فيها، أما بالنسبة لنا نحن عمرنا ما باش نكونوا ناسين صفاقس، على خاطر وقت اللي جيت بالدوسي بتاعي تحت ضبوطي كما يقولوا، وعلى أساس ماشيين في المسألة هذه. دوك نعاودوا نفتحوا الموضوع من جديد ونعاودوا نقدموا في المنشآت من التو. ملتوى نحن حاضرين كوزارة شباب ورياضة وماشيين في التوسعة، ما عندنا حتى إشكال بما أنه الفلوس مرصودة. لا منع، اسمعني الساعة نقعد نحن مع الأطراف المعنية ونتفاهموا على الكالندرية اللي كنت باش نعملوا قبل وما صارش باش نعملوا توا، مش نحكي توا على اليوم، اليوم راهو الجاية بتاعي للحدث هذا، أما الجاية الثانية اللي باش تكون صفاقس باش تكون فيها يعني دراسة لكافة المشاريع اللي نحن اللي هي بالنسبة لنا نحن حاضرة، وباش يكون فيها دراسة لي يعني الكالندرية هذية كل حاجة وقتها باش تكون، و راو ما ثماش وعود في الهواء بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة.